ويكفي أن يرى المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت على الحق. فكيف إذا صليت خلفه؟ وكيف إذا نظر إليه؟ وكيف إذا خاطبك؟ إن رجلا كان إذ ذاك مشركا وهو جبير بن مطعم، قال كما في البخاري: دخلت مكة في فداء أسرى بدر بعد وقعة بدر، فواف المدينة في صلاة المغرب، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمسلمين من سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أن عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: فكاد قلبي أن يطير، كاد قلبه أن يطير وهو كافر. فكيف إذا ذاق طعم الإيمان وسمع هذا الصوت الندي؟ لذلك أقول لكم: ليس هناك جيل أبدا أفضل من جيل الصحابة. دار الكتب المصرية القسم الأدبي الجامع لأحكام القرآن، يعني تفسير القرطبي المعروف، يعني الجزء السابع الصفحة 40 في تفسير سورة الأنعام الآية 12، قوله تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. والمراد عبد الله بن أبي سرح الذي كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله، زي معاوية مثلا، ثم ارتد ولاحق بالمشركين. وسبب ذلك ما ذكره المفسرون، إنه لما نزلت الآية التي في المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، دعاه النبي صلى الله عليه وآله وأملاه عليه، فلما انتهى إلى قوله: ثم أنشأناه خلقا آخر، عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان فقال: تبارك الله أحسن الخالقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هكذا أنزلت علي. فشك عبد الله وقال: لئن كان محمدا صادقا لقد أوحي إليه كما أوحي إليه، ولئن كان كاذبا لقد قلت كما قال. فارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين. مين كاتب الوحي بتاعكم؟ عبد الله بن سعد بن أبي سرح.